حسن تناقل، يعني شفنا خبر عم يتم تناوله انه كنت مستأجر بمنطقة وتم عفوا يعني بس تم خبر اللي مثل ما طلع تم طردك ايه مثل الخبر يترى انه تم طردك من هذه المنطقة من هذا البيت لانه انت محسوب على المحور صح؟ أول شيء مساء الخير لك مساء الخير لجوزيف ولسيمون ولكل المشاهدين. هلا بصراحة هو الخبر مش هيك يعني. أول شيء تحية لكل أهل دير القمر. مزبوط أنا مواطن لبناني مدني صحافي سلاحي قلمي وهالكلمة اللي بقولها لا بشكل خطر ولاني مستهدف ومش مفروض كون مستهدف يعني. بس هذا كان كل محبة وكل خير وكل علاقة طيبة مع صاحبة البيت المستأجر عندها والبلدية والكل. وما شفت إلا كل ملقى حلو يعني. بس في حدا الله يسامحه بعت على جروب إنه حسن الدر مؤيد للمقاومة وبشكل خطر وكذا. أنا ما بلوم الناس اللي خافت والناس اللي تواصلت مع المختارة هي بالبلد وجيرانها وإلى آخره حكتني بكل أدب وبكل احترام. نعم هي طلبت وأنا تجاوبت لا طرد ولا إساءة ولا صار هذا الشيء. أنا طلبت منك أنه تخلي البيت لأنه خافوا الناس. لا هي عم تقول في جيران عم يجوا لعندها وفي الناس عم يدقوا لها. برجع بقول لك بين هلالين بعد اللي عم بيصير يمكن بمطرح معي الناس بتخاف. فأنا حتى ما سبب لها إزعاج ولا سبب لهم إزعاج. هلا علما أنه المشهد كله منه حلو. طبعا. نحن لبنانيين قاعدين بأرض لبنانية مستأجرين أو ضيوف أو إلى آخره. وهان الخوف الاساسي اليوم واللي حكيناها قبل ودائما يمكن استاذ سيمون حكيها والكل عم بيحكيها الاسرائيلي كل ما تعثر في الميدان بده يحاول يضرب اللبنانيين ببعضهم ان كان اللي صار بصغرتها اليوم. نعم. انه قتل اكثر من 20 مدني نساء واطفال بحجه شو انه هودي بيون او خيون منتسب لان ميشيل معود قال طب انا يعني عم باخذ منه الحديث انه كان في حدا معهم من الحزب مسلح بينما طبعا انه ما في دليل بعد على هذا الشيء انه صحيح يعني محسف شو رايك؟ لا بس تعليقا على هون ايه حتى لو كان هيك هذا لا فيش قانون بالعالم ولا اخلاق بالعالم بتبرر قتل هؤلاء المدنيين اذا في واحد اكيد طيب طبعا فيطلع نائب لبناني نحن مش عم لا بقول لا ردا على النائب انا عم بنقل عنه واضح ردا على النائب اللبناني وتصريحه يطلع بهذا الظرف للاسرائيلي عم بيعمل هيك اصلا ليضرب اللبنانيين ببعضهم يحكي هذا الكلام كمان هذا بدنا نوقف عنده بنضوع له.